بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم فارماسي جيت. اليوم جبت لكم كيفية استعمال اوغمونتا ولا لتصحيح بعض الغلطات. سي دي زيرو ريبوندو دي زيرو كومون فوالا باش نصحح بعض الاخطاء الشائعة اللي وقع فيها بزاف من الناس. دونك لا فيديو هذه المحتوى ديالها ماهوش يعني التعريف باللونتيبيوتيك ولا الانديكاسيون تاعو ولا لو سبيكتر دو جام اللي يحكم يعني نوعيه الميكروبات اللي نحاربوهم به. نو هذه برك بعض الاستعمالات برك الخاطئه اللي يطيحوا فيها كثير من الناس. دونك كاين اوغمونتا انفون اي نوريسون تاع الرضع تاع الاطفال هو سي لو ميم دوزاج 100 ملي غرام يقابلوا 2.5 ملي غرام دو داسيد كلافولانيك و 100 ملي غرام داموكسيسيلين 100 ملي غرام اموكسيسيلين و 12.5 ملي غرام تاع حمض كلافولانيك. هو اوغمونتا نوريسون اون فاسي ميم دوزاج كيما قلنا نفس التركيز ولكن برك هذا فيه 60 مليليتر وهذا فيه 30 مليليتر يعني باش من كيكون ان بوا ريدوي يعني نوريسون رضيع ما حينش نخلصوا هذا اللي يسقى اغلى من الاخر على بهذا لو بيتي فلاكون باش ما نخسروش دراهمنا ايتترا. دونك ولكن لا بريز اخذ الدواء هذا يعني بالنسبه للوجبات وبالنسبه للوقت اغلب الناس يقولوا بعد الماكله 3 خطرات في النهار حليب تاع الصباح فطور وعشاء وسكيفو هذا خاطئ ما نديروش هكذا. هذا سي انتيبيوتيك طون ديبوندون يتعلق بالوقت لازم نمدوه 3 خطرات في النهار نقسمو 24 ساعه على 3 اكزاكت ودوك نجيبكم نفهمكم افضل. اول حاجه عندنا لا كونسيرفاسيون بروميييرمون لازم هذا الدواء اون فوا ريكونستيتوي اون فوا يعني نزيدوا له الماء لازم يتخبى داخل الريفريجيراتور داخل الثلاجه على خاطر ابارتي دو 8 دوغري ابتداء من 8 درجات لا موليكول اني بلو ستابل دونك هاد التركيبه الكيميائيه ما توليش يعني مستقره وبالتالي ما ماحش يؤدي الواجب ديالو. وتلاحظوا حتى اللي موافين يخلوه برا نوليو صفر لاسيد كلافولانيك هذا كيصفر. اذا نخلوه في الثلاجه بيان سور ماشي في كونجيلاتور نحطوه في الباب التحتاني زعما قريب للخضره زعما ابعد ما يكون على الثلاجه باش ما يجمدش وما يكونش بارد تانيك كي نمدوه لوليدنا ناذيوه ما يكونش داكور. نقدروا ما نخرجوا لا بيبات هذه برك كلكو زانستون بعد اللحظات يعني فقط باش تحكم لا طومبيراتور امبيونت فوالا ونعطوها لوليدنا. ونقدروا ما نديروش ما نخرجوهاش مام با نخرجوها مباشره وشنو كي نعطوا له ما نباتوهش على 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 خطره نعطوا له دي بيتي دوز بالعقل تدريجيا نحطوه فوق لسانه باش لو طون يلحق الوقت اللي يلحق يعني لوزوفاج تاعو يلحق الفم وكراجمو الفارانكس يكون سخون ديجا داكور ما نطبعولوش مره واحده باش ما يمرضوش باسكو يكون بارد شويه داكور. هذا ما كان المهم لازم يكون يتحفظ في الثلاجه هذه المده كامل مده 8 ايام كامل و10 ايام. دونك نولوا الاستعمال بالنسبه للوقت اون دوز دو بوا توت لي 8 اور داكور. دونك اكزومبل 8 اور 16 مينوي نمدوه كل 8 سوايع ماشي قهوه فطور عشان نمدوه مثال 8 تاع الصباح 4 تاع العشيه و12 تاع الليل اوكي. لازم نقسمو 24 ساعه على 3 اكزاكت والبالغين باغ اكزومبل ولا غران انفون كي مد لنا ساشيات ولا دي كومبريمي اقراص نقسمو 24 ساعة على 2 الى قالنا صباح وعشية نقولو 8 تاع الصباح 8 تاع الليل وماشي فطور عشاء باسكو سي دي زونتيبيوتيك طون ديبوندون متعلقين بالوقت. اذا قلنا مثال 8 تاع الصباح 4 تاع العشية 12 تاع الليل هذه حاجة الاولى. بارابور الوجبات بالنسبة للوجبات هي نورمالمون في الاصل اوغمونتا يتمد اون اور افون ولا دو اور ابري نقولو مثال نص ساعة يا سيدي نص ساعة قبل الوجبة ولا زو سوايع من الوجبة ولكن باسكو فيه لاموكسيسيلين لاموكسيسيلين تتشرب لوان دي روبا لي ديريفي دو لا بينيسيلين كاع يتشربوا من الافضل لوان دي روبا بور اون ميور اسيميلاسيون الامتصاص افضل بعيد عن الماكله. ولكن نلاحظوا سور لو تيران يعني في 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 الميدان انه الدراري ما يحملوش اوغمونتي وجعهم يبداو يتقيا وتحكمهم بالك دي دياغي قيا على بها سور لو تيران ولينا نقولوا مر الماكله. دونك اللي تعرف وليدها باللي يحمل لي ستوما تاعو مليح
ما يتاثرش بالدواء، تعطيه قبل الوجبه ربع ساعه ولا نص ساعه قبل الوجبه، اللي تعرف باللي وليدها لي طوما تاعو حساس، فراجي المعده تاعو حساسه، تولي تعطي له بعد الاكل 8 تاع الصباح مول الحليب تاع الصباح، 4 تاع العشيه مول الحليب تاع العشيه، ومينوي نقول ما نقولش مينوي يعني ماشي نسهن يعني با فورسيمون نسهروا طفل حتما صح لازم نسهروا على 12 تاع الليل. المهم نقولوا اوكوشي كي يجي راح يرقد، وشنو كي يجي راح يرقد ياكل حاجه خفيفه، ياورت ان بود ياورت ولا حاجه خفيفه، ويشرب موراه لوغمونتان ديالو. هذه هي النصائح يعني بالعموم، هذه هي نصح واخطاء شائعه. ونتوجه توجور دائما لو بيرسونيل دو لوفيسين اللي يخدموا في لي زوفيسين في الصيدليات دو بيان فولوار كونسيي هاد لو برودوي هذا كونفينابلمون، من فضلكم ما تقولوش قهوه فطور فطور عشاء، تقولوا توت لي 8 هذه هي باش من يعني باش تكون اون ديليفرانس اوبتيمال. هذا مكان وربي يبارك في الجميع. بيان سور ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتبارطاجوا لا فيديو هذه في لي جروب تاع الامهات، في لي جروب تاع الصيدليه باغ اكزومبل، في لي تاع لي فوندور فارماسي ولا لي فارماسيان. والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.